قال عليه السلام سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هل هذا نص الحديث؟ نعم هذا هو الحديث تقريبا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال صلى الله عليه وسلم ثنتان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يغلبون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وفي لفظ إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا فيه وعيد شديد على النساء اللاتي لا يعتنين بالستر والصيانة والنساء اللاتي يتعرضن للفتنة ويعرضن أنفسهن لغضب الله سبحانه وتعالى بسبب أنهن يفتن أنفسهن ويفتن غيرهن بعدم العناية بالحجاب وعدم العناية بالستر والحياء والعفة والأخلاق الإسلامية. جزاكم الله خيرا.